قد جاءكم من الله نور. الطالب الشيخ إبراهيم البالغ من العمر 14 سنة حافظ القرآن كاملا وهو لم يتجاوز 12 سنة بزاوية الشهيد الشيخ السنوسي لتحفيظ القرآن بالطريقة التقليدية ببلدية منصورة ولاية مستغانم. في عمري 14 سنة أدرس بزاوية شهيد الشيخ السنوسي وحفظت القرآن كاملا، وفي عمري 12 سنة حفظت القرآن بطريقة تقليدية بقلم ودوية ولوحة. جد الشيخ إبراهيم هو شيخ هذه الزاوية، وكان حريصا على تعليم حفيده القرآن منذ الصغر، وزيادة على حفظ القرآن الكريم درس المتون والتفسير على يد عمه الشيخ السنوسي. إن هذا الحفيد هذا ابن ابني، وهذا ابن الابن، وإحنا في الحقيقة زيرته وقريته، وإحنا في الحقيقة وقلت للشيخ على كل حال مات أنا بغي ولدي هذا يقرأ باللي كان. هذا الشيخ إبراهيم حفظ القرآن الكريم في هذه الزاوية، زاوية الأجداد وزاوية الآباء، وأنا مجتهد معه في الدروس، أدرسه الفقه فمعناه في كتاب سيرج السالك، وأدرسه أيضا النحو على متن الأجرومية. تلقى الشيخ إبراهيم تعليم القرآن على الطريقة التقليدية برواية ورش على يد الشيخ عبد الله جنونة بزاوية الشهيد السنوسي. أخلقت أو حسنة في البداية حسنة، وزاد يقرأ كتاب الله عز وجل زاد حسن أحسن الأخلاق، وعلى أخلاقه أنه طفل متأدب ومتخلق. أوجه رسالتي إلى الشباب أنهم يحفظون القرآن الكريم، لأن حفظ القرآن هو نجاح في الدنيا والآخرة. حظي بعديد الشهادات والتكريمات، فكان حفظ القرآن بالنسبة له طريقة إلى النجاح في الدنيا والنجاة في الآخرة.